كل مكان. شوط الختام يتنافس مع 3 شعارات مميز، 4 شعارات قوية وتحمل لنا قوة التحدي والمنافسة. هكذا التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء. أعلنت انطلاقة الشوط التاسع، خاص للبكار وشوط الختام، وختامها مسك. من هو يكون سعيد الحظ؟ وهنالك ناموس شوط الختام، شوط الختام وختامها تحدي بقروب التحدي. المركز الأول شواشة وسلطان بن حمد بنت رحيب بن نايفة الهاجري، وشواشة سلطان بن حمد بنت رحيب بن نايفة الهاجري، وشواشة في ثالث الأسماء، شواشة وسلطان بن حمد بنت رحيب بن نايفة وثالث الأسماء. وصلت هنالك مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان. وهنالك وعد فهد بن مبارك بن احباب الهاجري، من يقدم وعد؟ ولكن هنالك مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء. وصلوا اهالي السلطنه، اهالي برزمان الشاهينيه وعبيد بن غافل الجحافي، لنا عوده الى المقدمه والى الصداره. هنالك الله الله بنت رحيم مسيطر كل السيطره على شوط الختام وختامها مسك يا بنت رحيب. شواشة وشواشة وشواشة في ثالث الأسماء، كلها شواشة، وهنالك سيطرة تامة على المركز الأول يا بنت رحيب. روح، ولكن قدوم مباشرة شيء خطير غادم، لا محالة لا محالة. هنالك مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، هنالك وعد وفهد بن مبارك بن احباب الهاجري، اهالي السلطنه مع الشاهينيه وعبيد بن غافل الجحافي. الله الله الله، لنا عوده الى المقدمه. شواشه وسلطان بن حمد بن ترحيب بن نايفه الهاجري، روح يا الهاجري روح. ولكن ارصد لي يا مصورنا، وصلوا اهالي السلطنه الشاهينيه. روح يا بنت رحيب، اهالي برزمان غادمين لا محاله. الشاهينيه، ولكن هنالك شواشه. روح بشوط الختام وختامها مسك يا بنت رحيب. الامتار الاخيره، الامتار الحاسمه. الله، شواشه والشاهينيه، شواشه والشاهينيه، ولكن شواشة. الله، بنت رحيب روح روح بشوط الختام وختامها مسك. سلام يا بنت رحيب، سلام. المركز الثاني كان من نصيب الشاهينية وعبيد بن غافل الجحافي، ثالث الأسماء وعد وفهد بن مبارك بن أحباب الهايل. التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، ساعه وصول شواشة لخط النهايه، قطعت مسافه 2 كيلومترات في زمن قدر 3 دقائق 9 ثواني 62 جزء. تهانينا لمالكي شواشة سلطان بن حمد بن طرحيب بن نايفة الهاجري، مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. لقد وصلنا لختام سباق هذا اليوم لقروب التحدي، ودائما متحدي. شكرا لمؤسسة الأصايل لسباق الهجن العربية الأصيلة، شكرا لزميلي محمد الحسن الكباشي، شكرا لمصورنا مخرجنا غدوي بن سالم غدوي، مع تحيات محدثكم صالح بن محمد بن علي العلي. وإلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.